عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين بخير، نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم الفطور ديالنا والغداء ديالنا ان شاء الله. وهانتوما معايا، ما تمشيو فين، كما كنشوفوا هنايا كندير رغيفه، ماشي الصراحه انا اللي درتها، ماما اللي درتها الله يعطيها الصحه. واحد الرغيفه ما نقولكمش عليها كي دايره، واحد الرغيفه فاعله تاركه. ودابا دوزوا معايا ان شاء الله باش غادي نديروا الفطور والغداء ان شاء الله. كما كتشوفوا ها الرغيفه هنايا اللي مجنبه ماما، وهذه حتى هي راه طابت هانتوما. والغدا ديالنا هو غادي ندير اليوم ان شاء الله غادي ندير اللوبيا للغدا. شكون اللي كتعجبو اللوبيا وشكون اللي ما كتعجبوش؟ ها انتما الرغيفه، هذه باقا سخونه، نوريكم هذه. ها انتما الرغيفه ديال ماما كي دايره، ها انتما. المهم احسن رغيفه في العالم هي ديال ماما، انا بعدا كنحمق عليها. ولاد اختي حتى هما الرغيفه ديال ماما كيحمقوا عليها. والصراحه واحد الرغيفه ما نقولكمش عليها كي دايره، ها انتما. بغيتش نخسر الرغيفه ديالها، هي خليتها تشوفها كي دايره كي جات، حيت هي الصراحه هي اللي صاوبتها، الله يعطيها الصحه. وهادشي اللي كاين، غادي ندير واحد الطبسي كبير. وهنايا عندي الحليب والقهوه، هنايا عندي السكر ديال القهوه، وهنايا واحد البراد ديال اتاي، حيت خو ولاد اختي ما كيعجبهمش القهوه والحليب وداكشي كيشربوا اتاي. هو هذا. هنايا عندي اللوبيا، دابا غادي نديرهم باش يفطروا ان شاء الله، وندوز معكم باش غادي نوجد معكم اللوبيا ان شاء الله للغدا. وهانتوما معايا ما تمشيو فين. نتمنى الله يعجبكم هذا الفيديو هذا، وإلا عجبكم ما تنساوش لايكات ديالكم وتعليق محفزين باش تشجعوني دائما نجيب لكم الجديد ان شاء الله. اليوم ضنا شويه بكري انا وماما، قضينا الشغل هكا، خملنا الصالات بجوج وخملنا انايا، ومهم ودرنا دارت هي الفطور وانا خملت الصالات، ما شاركتش معاكم لان كنت باقا ضايخه بالنعاس، داكشي علاش. وهي دارت الفطور، دارت انايا قهوه وحليب، ودارت اتاي الله يعطيها الصحه، ودارت الرغيفه. وهادشي اللي كاين. ولاد اختي مشاو للمراجعه وغادي يجيو باش يفطروا معنا ان شاء الله. وهذا غادي نحيدهم هنايا على جنب باش يجيو ان شاء الله ونمشيو نفطروا. ها انتم واحد البرداتي ضروري. وهادو الرغيفات ديال ماما، ها انتم واحد الرغيفات ما نقولكمش عليهم كي دايرين، ها انتم والله العظيم الا كيجيو واعرين. ها شجعوا ماما حتى هي. انا اللي ما بغيتهاش تبان الصراحه، هي قالت لي ماشي مشكل ولكن انا ما بغيتهاش تبان وصافي. وهادشي اللي كاين. ودابا غادي نحيد هاد الطاجين هكا باقي سخون، هاد المقله هادي غنحيدها هنايا خليتها تبرد. وهنايا كاينه اللوبيا، كانت ماما بدات كطيبها، قلت لها انا غادي نشاركها مع المشاهدين ديالي اليوم، مع المتابعين ديالي، انا اللي غادي نديرها. هانتوما كانت دارتها، دارت الماء، هانتوما غادي نقربكم مزيان، دارت الماء ودارت الزيت ودارت الملحه، قلت لها انا غادي نشاركها مع المشاهدين ديالي ان شاء الله. قالت لي انت هنيتيني. ودابا غادي نديرها طيب هكا، كنديرها في الماء هكا، وغادي نجيب البزبره وداكشي اللي غادي ندير معاها. غادي ندير معاها البصله، وغادي ندوز معكم باش غادي نقي البصله، وغادي ندير الماء. وقولوا لي كي دايرين، لاباس عليكم؟ كلشي مزيان؟ اش كتعاودوا؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم كتفرجوا فيه. ما قلت لكم وعودتكم دائما غادي نشارك معكم اي حاجه درناها، غادي نشاركها معكم. هذه هي الحياه ديالنا اليوميه اللي كنعيشوها، كنشاركوها معكم. دابا غادي ندوز باش غادي نغسلها. ايوا البصله ديالي انا غسلتها، ودابا غادي ندوز باش غادي نقطعها معكم. كما عودتكم التقطاع ديالي، انا هذا هو التقطاع ديالي ديال البصله، ما كندير لا قطاعه لا والو.
وغادي نكمل التقطاع ديال البصله ونرجع معكم ان شاء الله بعد ما نسالي التقطاع ديال البصله. وها نتوما معايا، ما تمشيو فين، ما تزبطيوش، بقاو معايا. فضلا منكم ولا سهران، بالطبع الا عجبكم الفيديو. ودابا كما كتشوفوا البصله ديالنا انا قطعتها بحال ما هكا مشلضه، دابا غادي نديرها هنايا. هنايا عندي الثومه، ندير كلشي بمره واحده ونسد عليها ونخليها طيب. وهانتوما معايا ما تمشيو فين، نتمنى والله يعجبكم هذا الفيديو هذا. وشجعوا احلام خديجه باش دائما تجيب لكم الجديد ان شاء الله، فيما كان شي حاجه هكا نشاركها معكم. هنا عندي شويه ديال الربيع مقطع، ودابا غادي ندوز معكم باش غادي ندير العطريه. هنا عندي البزر، هذا الخرقوم، هذا قزبر يابس مطحون، وهذا سكنجبير، هنا عندي الكامون، وغادي نزيد شويه ديال الملح حتى لو ما درتها شويه. ودابا غادي نسد عليها ونخليها حتى طيب على خاطرها، ونرجع معكم ان شاء الله بعد ما طيب. هنا كما كتشوفوا قالت لي انا واحد الحوته كبيره، والكالمر ديال اللي شاتو معكم والبارح قال لي هنايا، غادي نقلي ان شاء الله نخليه حتى يبرد، باقي عندي المجمد غادي نخليه حتى نقربو نتغداو ان شاء الله وغادي نقليه. ايوا ها نتوما معايا، ما تمشيو فين حتى تخليو لي تعليق ديالكم واش البيزا في الاخر ان شاء الله. ودابا بقاو معايا حتى يطيب ان شاء الله وغادي نشاركو معكم. ودابا كما كتشوفوا الغدا ديالنا هي ها هو طاب ولا هي طابت، ودابا هنايا عندي الزيت وغادي نقلي الحوت ديالنا ان شاء الله. غادي نقلي هاد الحوته هادي،
غادي نقسم البوطه خليها تقل على خضرها. ايوا هانتوما معايا تشوفوا الغدا ديالي ان شاء الله. كما قلت لكم الغدا ديالنا بسيط ومتواضع، غير بغيت نشاركوا معكم وصافي. والفطور ديالنا حتى هو راه كان موجود في اي طبق مغربي ضروري، من الاتاي والقهوه والغيفه وداكشي. كما قلت لكم انا كنبغي نشارك معكم داكشي اللي كنديروا وكنشاركوا معكم وصافي. ودابا الفطور ديالي راه وقيت تقلى. هنايا غادي ندير هاد الكلام اللي بقالي من البارح، هنايا نكبر شويه ديال الملحة وصافي، وشويه ديال الدقيق هكا. وغادي نخليها حتى باش غادي نقلي ان شاء الله. ودابا الفطور ديالي راه تقلى. غادي نحيد المايا وغادي ندير هاد الكلامات هذا. طيب والحاجه اللي كطير ما عنديش معاها. كما كتشوفوا هذا هو الكلامر ديالنا كيفاش كيطيب. كما كتشوفوا راني ناقص عليه البوطه نخليه يطيب على خاطرو، ما كيشدش لينا شي وقت بزاف هكا. وغادي نخليه حتى يقرب يطيب ان شاء الله ونرجع معكم بعد ما يطيب باش غادي نحطوا الغدا ديالنا ان شاء الله. دابا الكلامر ديالنا هو واقف، ايوا هذا كان هو الغداء ديالنا ديال اليوم. نتمنى الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، وإلا عجبكم ما تنساوناش اللايكات ديالكم وتعاليق محفزين باش تشجعوني دائما نجيب لكم الجديد ان شاء الله. لاول مره كيشوف القناه ديال احلام خديجه ما تنساوناش بالاشتراكات ديالكم، فعلوا الجرس باش اي حاجه درناها جديده توصل لكم ان شاء الله يا ربي. وشكرا لكم اللي كيخليو لي تعاليق محفزين، كنشكركم بزاف. هذاك التعليق هو اللي كيشجعونا باش دائما نجيبوا لكم الجديد، ومع احلام خديجه دائما الجديد ان شاء الله. وكان هو الغدا ديالنا هو هذا، راني شاركت معكم حتى الفطور حتى هو، واخا ما طيبتوش من الاول المهم شاركت معكم داكشي اللي فطرنا به. نتمنى الله يكون عجبكم هذا الفيديو هذا، وما بقى لي دابا الا نقول لكم السلام عليكم، وحتى نتلاقاو ان شاء الله فيديو اخر ان شاء الله. مع السلامه. ودابا هذا هو الغدا ديالنا، ها انتم كما كتشوفوا. هنايا اللوبيا درت لها شويه ديال زيت العود، وهنايا واحد الفلفله حاره، وهذا هو الكالامر ديالنا، وهنايا واحد الحوته، وانا زينتو شويه ديال الحامض هكا. هذا هو الغدا ديالنا، ونتمنى من الله يكون عجبكم الغدا ديالنا ديال اليوم، لانه غدا متواضع ولكن في نفس الوقت راه لذيذ، ونتمنى من الله يعجبكم. ما تنساونيش بالتعليق ديالكم ويكونوا محفزين باش تشجعوني دائما نجيب لكم الجديد. وما بقى لي الا نقول لكم السلام عليكم.